تفضل سيد الوزير. شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيد النائب المحترم على هذا السؤال. بغيت نذكر أن بلادنا طورت خلال 20 سنة الماضية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بنية تحتية للنقل واللوجستيك تضع المغرب في مصاف الدول الصاعدة، ويحتل المغرب مرتبة متقدمة بالنسبة للربط البحري بفضل شبكة متطورة من الموانئ، وكذلك فيما يخص الربط الجوي مع مختلف القارات بفضل سياسة تحرير الأجواء والبنية التحتية المطرية. وتمكن منظومة النقل البري من سكك حديدية وطرق سيارة وطرق وطنية وطرق سريعة من توفير خدمات النقل متطورة وعصرية تربط بين مختلف الجهات والأقاليم التي ستحتضن مباريات كأس العالم 2030. كما تتوفر بلادنا على مجموعة من المشاريع لتطوير الطاقة الاستيعابية للمطارات، ومخطط تطوير أسطول شركة الخطوط الملكية المغربية والرفع من تنافسيتها، بالإضافة إلى مشاريع تتعلق بتعزيز وتوسيع عروض النقل السككي. وستعمل الوزارة مع الجهات المعنية على ملائمة هذا البرنامج للاستقبال الأمثال خلال تنظيم كأس العالم ببلادنا إن شاء الله. وشكرا.